وعلشان نعرف أكثر على حرص الدولة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مصر، ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الدكتور أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة. بعد التحية، يعني حضرتك شايف إزاي في البداية جهود الدولة لدعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مصر؟ مساء الخير لحضرتك طبعا وكل المشاهدين. طبعا في هدف كبير جدا الدوله بتحرص عليه، المتابعه الدائمه لرعايه طبعا الاستثمارات الخاصه، وطبعا بالاهم الصناعه. النهارده تفقد رئيس الوزراء لبعض من الشركات والمصانع، طبعا ده بيدل على الاهميه الكبيره جدا لحرص الدوله على متابعه الصناعه والوقوف على الصعوبات او التحديات اللي هي تقدر تزيلها. الامر الثاني اللي بالنسبه لنا، يعني راس الحكومه بنفسها بيشرف بنفسه على الاستثمارات وتحسين طبعا المتطلبات اللي هي يعني بتطلبها الدوله من فتح اسواق، وايضا كمان اللي هو الصعوبات اللي ممكن تواجه اي مستثمر. علشان كده لما بنشوف النهارده رئيس الوزراء بيمر بنفسه بيشوف الاستثمار في المصانع، اعتقد ده من اهم الامور الايجابيه، بيزود الاستثمار، بيحسن طبعا فتح اسواق عديده للخارج. يمكن يا دكتور الاستثمارات الفرنسيه بتاتي في المرتبه الثامنه ضمن قائمه الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر، وبلغت حصه الاستثمارات الفرنسيه تقريبا ارتفاع بلغت نسبته حوالي 21% مقارنه بعام 2020 بالنسبه لعام 2019. حضرتك شايف دور هذه الاستثمارات ازاي في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني؟ خلينا نقول، بص يا فندم، من اول ما تولى السيد الرئيس وهو بينفتح على جميع دول العالم بالاخص الدول الاوروبيه نظرا طبعا لتقدم الدوله الفرنسيه، لما لقت فيه جديه وثقه كبيره جدا من تحسن الاقتصاد المصري، ابتدت تولي اهتمام في زياده الاستثمارات داخل مصر، وطبعا ده كان ليه مردود كبير جدا على زياده التوسع في حجم النشاط الاستثماري. زي ما حضرتك تفضلتي، في تقدم كبير جدا من الانشطه الاستثماريه الفرنسيه داخل مصر، وليست مقتصره على نشاط واحد، احنا بنشوف النهارده العديد منها سواء بقى في حركه الطيران او في حركه النقل او في الاستثمارات في البنيه التحتيه، ده خلاف كمان العديد من الاستثمارات في الشركات التكنولوجيه اللي زي كان دوله رئيس الوزراء النهارده بيتكلم او بيكون يعني بيمر فيها. وطبعا المتابعه الدوريه ده بيدي حرص وثقه كبيره جدا من كل المستثمرين لدخولهم للسوق المحلي. الفرصه النهارده اللي احنا بنشوفها دي اكثر دعايه ان الدوله بتحرص ان تكون متواجده داخل فعلا عدد من الصناعه او الانشطه اللي هي بتولي ليها اهتمام، وايضا بتدي الحرص من المستثمر او للشركه ان الحكومه دايما يد بيد بالتواصل معها لزياده الاستثمارات وبتديها عنايه كبيره جدا. يعني وضحت الصوره الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدره، شكرا جزيلا لك.